حالته من الركود الاقتصادي تخيم على حركة الأسواق التجارية في مدينة الموصل بعد الارتفاع الذي سجله الدولار مقابل الدينار الذي وصف بالمخيف من قبل التجار والمواطنين لتداعياته على أسعار السلع المستوردة. والله إقبال ماكو، سوق تعبان، صار له 3-4 أيام تقريبا سوق حل تعبان، فلوس يعني نقد ماكو قليل، العالم مع خايفة، ما أعرف إيش السبب، يعني دولار صاعد يعني احتمال هو يعني التأثير هذا صعود الدولار. والله اليوم من نزلنا على السوق يعني تفاجئنا بارتفاع الأسعار، واللي تسأله تقول له يقول لك والله بسبب سعر الدولار، يعني يقول لك احنا مشترين المواد مشترينها بسعر غالي، فطبعا يبيعها بسعر غالي. منذ تحريرها تفتقر نينوى إلى وجود منافذ لبيع العملة الصعبة بسبب القيود التي يفرضها البنك المركزي على شركات الصرف، الأمر الذي زاد من الطين بلة في الحصول على الدولار الأمريكي. البنك المركزي شرط علينا اندماج الشركات المجازة، 10 شركات حتى تكون تحت فئة أي، حتى نقدر ندخل مزاد العملة، وفعلا اندمجنا 10 شركات وتم الأمر، ولكن منتظرين كود الدخول للنافذة، وهذا الموضوع صار لنا تقريبا أكثر من 2 شهر بدنا ننتظر الكود بس حتى نقدر نبيع للمواطنين بمحافظة نينوى ونستلم حصة محافظة نينوى، لأن محافظتنا الوحيدة اللي ما تستلم حصتها من البنك المركزي. تقليل البنك المركزي لحصة شركات الصرفة من العملة الصعبة من 2.5 مليون إلى 1.1 مليون انعكس ذلك على توفر الدولار في الأسواق وتسبب بارتفاعه. هذا وتستمر اللجان الأمنية الاقتصادية بتيسير فرق لمراقبة الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمضاربين بالعملة. إماد علي، ون نيوز، الموصل.